بحب نادي الاهلي، محدش عارف انا بحب نادي الاهلي قد ايه. يعني ازاي يعني؟ فهمني. كتير خالص. قد ايه كده؟ كتير خالص يعني كتير. اتفرجت على الاهلي امتى اخر ماتش؟ اخر ماتش مع الامارات، مع الوصل الامارات اللي تعادلنا فيه. ايه رايك في الماتش ده؟ الماتش ده ماتش جامدين قوي. عشان ايه؟ عشان في حاجه، عشان الماتش بتاع يوم الجمعه هو خايف اللعيبه تتصاب وكده، والاصابه يعني كبيره، الشناوي انصاب فمش ينفع، هو مركز في لعيبه نادي الاهلي. والترجي التونسي دي يعني فرقه، اي يعني مش اي فرقه، فرقه برضو جامده، بس الان ان شاء الله هنفوز باذن الله. ازيك يا كيمو؟ كويس. انت اسمك ايه؟ كريم. كريم اجمد واحد هنا. انا بحب الرسم. تحبي ترسمي ايه؟ انا برسم ديناصورات من الطول دوت. ديناصورات؟ ديناصورات. بتحب الديناصورات؟ بتحبها؟ ما رسمتيش كريم قبل كده؟ ما رسمش ثلاثي الابعاد. مين بيجيب جون في الاهلي؟ عايز ازارو. ازارو؟ مامو. وليد سليمان؟ وليد. مؤمن زكريا. مؤمن زكريا؟ مروان محسن. ومؤمن لا مروان. صلاح محسن. صلاح محسن؟ ده انت اهلاوي جامد بقى. كله تمام؟ اهلاوي؟ ايوه. جامد؟ ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي طبعا. شكلك زملكاوي كده. لا اهلاوي طبعا. اهلاوي؟ تحبي مين في الاهلي؟ ممكن الشناوي. الشناوي؟ الشناوي جامد فعلا؟ ولا ساعات بدخل منه جوان كده نقول له الشناوي خلي بالك بقى شويه بقى؟ لا هو الشناوي شديد جدا. لولو انا جبت سكتش والوان، وجبت معايا كمان صلصال، اوعي تنامي يا حبيبتي عشان لما ارجع نعمل بيه اشكال. وحدة علاج كيميائي، يعني العيانين بياخدوا العلاج، بيبقى عندنا انواع من العلاج، مثلا في علاج لمده من دقيقه لنص ساعه، في علاج من نص ساعه لخمس ساعات، في علاج 24 ساعه، فهم بيقعدوا معانا فتره كبيره، والوحده بتستقبل حوالي 5000 حاله في الشهر، فكتير جدا بيبقى في ماتشات سواء للاهلي في افريقيا او الاهلي في الدوري، فالعيانين بيطلبوا مننا ان احنا نفتح الماتش وبيبداوا يتفرجوا، بيبقى في عيانين اهلاويه وعيانين زملكاويه، لو في ماتش اهلي زمالك الوحده عندنا بتبقى زي الاستاد، يعني الناس بتبقى ده بيشجع الاهلي ده بيشجع الزمالك، وبيفرق في روحهم المعنويه جدا، يعني الاهلي كتير جدا جه زارهم قبل ماتشات مهمه، وكانوا العيانين بيبقوا مبسوطين جدا، وبيفرق معاهم نفسيا قوي. يعني بيطلبوا لعيبه، بيطلبوا نجوم. هو كل الحالات بتطلب نجوم فعلا، وبصراحه يعني الحاجه الكويسه ان النادي الاهلي ما بتاخرش عليهم خالص، يعني كتير جدا بيبقى فيه مثلا يعني في عيان مره كانت حالته متاخره وطلب كابتن الخطيب نفسه، وكابتن الخطيب جاله واتصور معاه وكلام من ده، وقد ايه ده فرق معاه، يعني تخيل ان انت امنيه حياتك وانت في مرحله صعبه يعني مش عارف هتعيش قد ايه، ان انت تشوف حد معين والحد ده يجي لك ويتصور معاك ويعمل لك كل اللي انت عايزه، ويجيب لك هدايا او يجيب لك تيشرت يمضي لك عليه، يعني كتير قوي من ولادنا معاهم تيشيرتس ممضيه عليها من اللعيبه اللي بتحبها، وبيجوا لهم على طول. يعني بحب ارسم مواصلات وحاجات زي كده. يعني مواصلات؟ انت زعلان ليه؟ لا مش زعلان. ايوه كده اضحك كده. وشعرك الجميل ده بتعملوا ايه كمان؟ بنلون، وعم احمد طلعت بيرسمنا. هنعمل يوم الجمعه؟ نتفرج على الماتش. عندنا ماتش جامد في الترجي. يا رب الاهلي يكسب. يا رب الاهلي يكسب. اهلاوي جامد؟ ايوه. تحب مين؟ احب رمضان صبحي. كلنا هنعيش وهنغني، واكيد هكبر وهفيد بلدي، قلبنا على قلب بعض وما بنتفرقش يعني.